طبعا هاي صار ثالث مرة أسجل لكم إياها. أول مرة انمسح، وثاني مرة اكتشفت أكو شغلة لازم ما تظهر بالحاسبة، بس هاي ثالث مرة. How are you dear student? How are you? So sorry for late. طلاب، هاي محاضرتنا هي tutorial lecture، محاضرة إضافية نحل بيها الأسئلة. أغلب الشيتا أغلب المحاض يعني المواد إنه تكون من ضمن الأسئلة، قسم من الأساتذة يسووها التوتوريال من ضمن المحاضرات، وقسم من الأساتذة لا، يفصلون المحاضرات عن الأسئلة. فأني من هذا النوع إنه فصلتها حتى أقدر أخذ المادة كلها وبعدين أخذ شيت ونحله على راحتنا. هنا عندي أسئلة، بعضها قسم منها حلينا منها باللكتشر كجزء بسيط، وقسم منها أخذناها هومورك، وإضافة إلى هذا ضفت بعض من عندها. عندنا هنا الأسئلة، شو راح نسوي؟ راح ناخذ هذا الشيت راح ننزله على الكومبوس، زين، وأريدكم تحلوه. طبعا هاي مثلا من المحاضرة الأولى، اللكتشر الأولى عن التشارجينج. هذا الجزء على الفول هاف وايف، قانون الأفريج، كلها شرحناها في المحاضرة. هنا بالتفصيل شوية أسئلة شو راح تكون حلولها. أنا همنا هذا بالتفصيل شرحناها، هذه على الفول وايف، هذه الترانسفورمر، قانونها قانون على الترانسفورمر وتطبيقه مباشر. هذا الآخر محاضرة اللي شرحنا الربل مال الهاف ويف، وهذا مال الفول ويف، هذا قانون الربل. وإضافة لهذا، هذا الجزء اللي راح يكون مع الزينار بالمحاضرة الجديدة الجاية، هذا الجزء الأخير أوفو يعني، بس اطلعوا عليه حتى يكون لكم بعدين من نجي نحل المحاضرة راح يكون لكم بالإضافة. ما راح أطول بهذا الجزء، أريد هذا الجزء مال التوتوريال شيت. الهوم وورك مالتي الجاي بإذن الله، يعني مو هذا الأسبوع، الأسبوع القادم راح يكون سوري هنا تاريخ، خليته على تاريخ المحاضرة الجاية، مفيد مشكلة. هسه راح أحوله وأوديه على الكانفاس. أريد منكم الأسبوع الجاي يكون مو هذا الأسبوع، راح نتناقش بالمحاضرة الخامسة الجاية. فقط هذا، إنه أنتوا اللي يريد يحل خليه يبدي يحله، يحله كله. بس إحنا مثل ما تعلمنا بالهومورك الرابع من قلنا نحل السؤال مالتنا، هذا سؤالنا المحاضرة الرابعة كانت. قلنا هذا عندنا هومورك، الهومورك مالتنا كان الرابع هو حل هذا السؤال، هذا السؤال زين بصيغ وقيم، تغيير هذه القيمة وهذه القيمة وهذه القيمة. هذا الهومورك الرابع. فراح يكون الهومورك الخامس اللي هو هذا الهومورك الخامس، يعني مو هذا الأسبوع، الأسبوع الورا راح يسلموني هذا الشيء، وبحلول راح نتناقش من اللي نغير القيم، زين، واللي يريد يغير هو براحته بعد كيفه، زين، ونسلمه as a homework. ف homework للأمثلة والمسائل راح نسوي لها ترقيم إن شاء الله. فهذا الشيت homework الخامس الأسبوع الوراء. الهومورك الجاي هذا الأسبوع، الهومورك هذا الكويز مالتنا بكل المحاضرة. بعض الطلاب دخلوا سألوني كل المحاضرة اللي أخذناها لكتشر فور فقط الكويز، زين، بالمسائل والرسومات والفقرات المطلوبة. هم سألوني هذا مطلوب، شرحته بالتفصيل وشرحت شنو، فإذا هذا مطلوب، هذا ما شرحته، قلت لكم فقط تطلعون تعرفون شنو الفرق، فهذا راح يكون ما مطلوب الرسم، لكن هذا لا مطلوب. هذا
شكرا طلاب، ما رديت أطول عليكم، وهسه إن شاء الله راح أنزلها على الكانفاس. Have a nice day.